اليوم راح احكي لكم عن فوائد الطماطه. طبعا الطماطه كلكم تعرفوها، هي من اهم المكونات للماسكات الطبيعيه للوجه. انا هلو حبابين، اهلا حبابه. مهرموش ومها مروش يعني الاثنين. والله حبيت الاسم. يلا شباب، يلا بسم الله. مش قنبله، افتحي. الله، برافو. حبيناكي تعملي لنا النهارده اكله صحيه. اوكي، على ذوقك. بس خلاص هنسيبه بقى البروكلي دلوقتي. بتشمي؟ انت معاكي ثلاث وسائل مساعده في المرحله دي. اوكي، حلو. اول وسيله منهم انك والله حبابين. والله حبابين. هتحتاجيني ساعتها اقول لك لا ماري. اكو اشياء لازم تتحط على البشره عشان خاطر ايه يبقى اكو 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 اكو. وين اكو؟ حبابين اليوم.